طموحة أنا. تعلمت تسلق الجبال لا ليراني العالم، تسلقتها لأرى أنا العالم من فوق. أنا ابنة الأرض والتعب، لم أخلق وفي فمي ملعقة من ذهب. منذ زمن بعيد ما عاد يخيفني الفشل، فقد انتشلت. بنيدي سلام البنات، السلام عليكم، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كديرين مع صحة؟ كنتمنى إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال، تكونوا بخير، صحيحتكم يا ربي أمين. المهم الغزالات، نهار جديد وفيديو جديد معكم، شكرا لكم بزاف بزاف، الله يفرحكم. شكرا لكم على تعاليقكم، لهلي خطيكم عليا البنات، شنو نقول لكم، لهلي حرق فيكم شي عظم اختي. حكيمه كاعيه، عرفت البنات، جيت دابا انا ماما، جيت على حكيمه باش نحيد ليها القبس، جيت نطبع الورقه، تصوروا ما درت حتى حاجه، عكسوا معايا، قال لي غلطه لك الطبيبه، ما بغاش توتو بيانو، ايوا استخد ضربها خاويه البنات، تصوروا عرفتيني علاش حاط كنكره بحال كنت جاي وما تقدي حتى حاجه. حكيمة ما بغاش تبرك ليا في الكرسي. ايوا هادشي اللي كاين الغزالات، هادشي شباب محلول، شباب طلع ليا بحال. خليت البنات الكفر محلول، ما مسدودش مزيان، درت فيه الكروسه. انا نمشي نشري لبنتي، انا نمشي نشري لبنتي، يلا بنتي جاعت. ايوا انتما معايا البنات في هذا النهار ان شاء الله باذن الله. عرفتوا صباح، عرفتوا البارح حبيت الشتا لي كامل يتصب، الجو خير بق. وانتما معايا ندوز دابا الليله نتقدى شي حاجه. جيت للبلاصه ندوز نتقدى شي حاجه، وانتما كنمشي للدار. وانتما معايا ان شاء الله، عرفتوا البنات التلفازه اللي شرا زكريا البارح جات في نيمونة، هي جاتني بواحد شويه كبيره. خلي الدار اليوم مرونه شويه، ما عمرني خلي الدار مرونه صراحه، واليوم خلي الدار مرونه. انا نجيت بكري قلت باش نبري نوضي، راكم عارفين كتبغى ديري شي ورقه تبري نوضيها، وكثرت بنادم وجاب الله، راه ما لقيتش بنادم بزاف. المهم تمشي للدار وغنقول لكم، دوز لي دلصنا شي حاجه نشاركها معكم، مشيت خفيضه نشاركها معكم، وهانتوما معايا الغزالات. عاد باش نشد الطريق ما نتلاقاو، حيت ملي كتشدي شي طريق تخافي. رجعت معاكم، ما صورت معاكم والو، دست ليدل ولكن ما صورت معاكم والو. دست خديت غير الحليب الحكيمه، عطيتها بعدا واحد الرضيضه، عبنت لي بحال جاعت، قلت لي انا واحد برويوش، علاش ما صورتش معاكم؟ بغيتكمش تخسروا الفلوس. تخسر الفلوس، بغيتش مبيعاتي يخسرو، بغيتهم يخزنو الفلوس. ضحكت معاكم البنات، مابانش هي شي حاجة تحمر الوجه صراحة، مابانش هي شي حاجة تحمر الوجه وزوينة، مكاين غير الغلا ومكاينش شي حاجة اللي زوينة يعني على هدوك الأثمنة. وهادشي علاش مصورتش معاكم، يعني ما بلا ما نضيعو الوقت، هادشي اللي كاين. وانتوما معايا ختي غزالات، رجعت معاكم، خصكم رجعت للدار. الدار عندي مقلبله اليوم، راني جامع الكوزينه وغاسله المواعن، ولكن هنا زكريا راه لقى ديك المسيندات، شنو نقول لكم، داكشي كان مقربل. انا رجعت معاكم الغزالات، ها نتوما البنات، هذه فرحت بها اختي، فرحت بها. واخا قلت لزكريا راه لكون اتجيتي قلتي لي ها نمشي نشري التلفازه، قلت لي على حساب الكره، حيت هو يموت على الكره، يموت على الكره، الكره هي كلشي. المهم الغزالات كيف ما كتشوفوا، جاتني شويه، ولكن البيبر المهم باب راه كيتحل، ما عنديش مشكل. كيف ما كتشوف انا كنت باغا هنا ندخلها هنايا، الساعه ما جاتنيش كبيره بزاف، راه فيها اكثر من متر زياده البنات. انا درت نعبر بحق بال 6، عبرت 6 شهور ونص، الساعه ما جاتنيش، جات كثر. كيف ما كتشوفوا البنات، بالنسبه لدايرين تخفيض صراحه في التلافز، هذه راه قوله هذا البنات، يوتيوب يعني كتدخلي فيها الواي فاي زوينه التلافز صراحه، دايرين تخفيض. اللي بغات اختي تقدا دابا شي تلفازه دابا راها، المهم هذه خديناها البنات ب 40 يورو، دايرين ليها البنات راه ما جاي 30% ديال التخفيضات اللي دايرين فيها، صراحه زوينه زوينه. وهادشي اللي كاين، كتبقى بحال كتبركي في الصالون وتتفرجي، كتخلي بحال الوليدات تتفرجوا على خاطرهم، كتبغيش تبرز الطيب. ايوا كيف جاتكم البنات؟ ما غزال
سلاس رجعت معكم. شويه نقول لكم بالنسبه للمشروع الجديد اللي بزاف الاسئله بزاف 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 الاسئله بزاف الاخوات كيسولوني وخاصه كاينين شي اخوات اللي كانوا كيقولوا لي شوفي زهره ديري اختي شي هذا المشروع اونلاين شي مشروع اونلاين بحال هاد الشركات وهادو ودخلينا معك ولكن تكوني نتيا. بزاف اللي كانوا يقولوا لي زهره من زعما تكوني نتيا ربي يحفظكم يعني واحد الثقه اللي كيعطيوها ليا ما شاء الله عليكم وربي يحفظكم ليا ولهلي خطيكم البنات. بالنسبه للمشروع اوريفلام غتقولوا لي يا زهره اوريفلام لا ما فيش خلاص حيت البنات انا دابا كنت مسجله فيه شي مده عام هذه اكثر من عام ولكن ما كانش خلاص في ايطاليا ما كانوش كيخلصوا في الطاليان كاش الخلاص كيدوز لك ولكن كيبقاو يتجمعوا لك كاينين اخوات مني شفت تبارك الله ما شاء الله البنات كاينين اخوات اللي ما عندهم لا قنوات لا والو وخدموا على ريوسهم تبارك الله واحد المدخول اللي صراحه صراحه البنات احسن من اليوتيوب احسن من اليوتيوب شفت مداخل احسن من اليوتيوبر البنات يعني عندك قناه احسن منها قلت علاش لا انا شفت اخوات اللي تبارك الله عندهم قنوات وداروا هذا اوريفلام هذا خدموا فيه البنات راه ماشي انك تكوني عندك الكليانات راه كاين هذاك النوع اللي اللي بغا تقيد غير باش تقدى راسه واخا تاخذ غير صابونيه يعني غير راسك باغا تقداي كتاخذي شويه ملي ملي كتدخلي البنات تقداي غير راسك يعني اونلاين باغا تقداي من اوريفلام. كاين نوع ثاني اللي باغي يتسجل اللي باغا تخدم عندها صحاباتها تبيع صحاباتها ومنتوجات ديال اوريفلام شي حاجه طوب البنات يعني انا جربتها شخصيا وكم شفتو فاش كنجربها خاصه البرودويات ديال الوجه شي حاجه زوينه. اللي بغات بحكا تاخذ الاونلاين السلعه وتبيع بحكا صحاباتها كاين داك الشيء كيديروا فيه بعض المرات تخفيضات اللي زوينه وتبيعي بحكا صحاباتك. ما عندكش بحكا ما عندكش صحابات اللي تبيعي ليهم كاين نوع ثالث انك تسجلي وتخدمي على راسك تدخلي البنات وتوريهم كيفاش كيخدموا كيفاش يتسجلوا كيفاش تسجليهم تدخليهم كيفاش تعلمي يعني اي حاجه نتعلموا ليها البنات. انا غندخل وغنخلي لكم اللينك ديال الجروب ديالي اختي كاينه فيه انا والادمين ديالي غنشرح لكم مزيان مزيان كيفاش تسجلي الاخوات اللي بغات بحال كتخدم على راسها كيفاش تقدي الا بغيتي تقدي على راسك اللي بغات ما بغات لا تسجل والو بغى غير تقدى. كاينين اخوات اللي كيبغوا بحال كيسولوني زهره واش شتي في اوريفلام بغات ناخذ هذه وبغى ناخذ هذه هذيك البنات اللي ما كتعرفش كاع تقول لك انا ما عنديش داك الخاطر نتسجل بغات غير تقدى دخلي عندي نتقدى لك انايا ونصيفط لك انايا حتى للدار عندك. مهم مرحبا والف مرحبا نخلي لكم اللينك ديال الرابط غنشرح لكم كلشي مزيان البنات اللي الصراحه اوريفلام اللي داروا منها تبارك الله البنات داروا منها الكوزينات صلحت منها دارها فرشت منها كاينين اخوات اللي تبارك الله البنات كاينين اخوات اللي شفت واحد الصالير اللي خيالي البنات دفعوا في برايت مات بهذا الاوريفلام هذا. خدموا على ريوسكم البنات لان هاد الشركات اونلاين عاد فيهم الفلوس وما تبقايش غير بهاد اختي. شوفوا البنات راه النهار كامل راه تنظمي دارك وتنوضي خاصك الا كنتي كتنوضي بكري راه غتنوضي وغتجمعي دارك وتقاديها وفي نفس الوقت تخدمي على راسك وتقابلي وليداتك راه شي حاجه زوينه خدامه من دارك ما كاينش اللي يتحكم فيك ما يقول لك اختي ديري هذه ولا تحضري ديري هذه ولا تحضري ديري هذه ضروري ما اللي خدمات راه كيكون الصالير ديالها زوين اللي ورات البنات وخدمات مع اوريفلام ودخلات البنات هذيك كتكون حتى هي عندها خليصه زوينه هادشي اللي كاين الوزيلات. المهم كاينين ثلاثه كيف قلت لكم اللي باغا تقدى راسها دخل غير باش تسجل تقدى غير راسها كاين نوع ثاني البنات اللي واخا تاخدي غير كيف قلت لكم غير صابونيه تجيك حتى للدار بغيتي البنات تشوفي بحكا كل شهريا تشوفي الكالنداريو اللي كيدير حيت كل مره كيحطوا الكالنداريو كيديروا فيه تخفيضات. بالنسبه للبنات خاصه دابا راه كاين تبارك الله تخفيضات اللي خياليه زوينه وبالنسبه كاين الثانيه اللي تبيع يعني تاخذ السلعه ديال اوريفلام وتبيع عندها صحابات عندها كليانات تخدم تبيع على راسها. وكاين نوع ثالث اللي غير تعلم البنات ودخل البنات وتوريهم وتفهمهم حتى هي عندها الصالير ديالها هادشي اللي كاين وزاد اللي بغات تدخل مرحبا والف مرحبا دخلي عندنا الجروب ان شاء الله نشرحوا ليك واللي مهتمه هي اللي تدخل الجروب ماشي غير تدخلي ما مهتمه ما والو غير بغا غير تعمري الجروب هذه يعني
هادشي اللي كاين الغزالات. ما بغيت نخلي لكم اللينك، نخلي لكم الرابط، دخلوا مرحبا والف مرحبا. وندوز اختي نتو نديروا الراجل فواحد القضيه تكون فيها حتى تعطي اختي شري لنا التلفزه، خاص ندير لي غديوه تكون تكون ناضيه. الله معايا البنات. وهنا الغزالات غندوز نشارك معكم الغديوه كيف ما كتشوفوا البنات في الصوره. غنشارك معكم ان شاء الله باستا بروكولي، وغنشارك معكم حتى ان سلطه بالفينوكيو بالبسباس البنات، كتجي واعره. والحوت مشوي الطريقه حتى هي بسيطه غديوه البنات، كتوجد بالزربه. ونخليكم مع الفيديو اخواتي. هنا الغزالات غندوز نوجد معكم الغديوه كيف ما كتشوفوا. اول حاجه غنبدا بها هما واحد جوج ريس ديال الثومه. عندي هنايا البنات زيت الزيتون، وعندي هنايا البروكولي. بغيتو ديروا الحاره ديروا الحاره البنات، انا ما غندير لا حاره لا والو، على حسب بناتي كتجي بالحار كتجي النسمه زوينه اكثر. المهم شويه المليحه صافي، غنسد عليه يطيب. غادي نجي نسلق هذا البنات نصف سلقه، يعني بالزربه غيطيب ليه ما يخش ليا وقت كثير. صافي غنخليه. غندير سباغيتي تسلق البنات، وغندوز نشارك معكم تاني وصفه اللي غندير. وصفه البنات عندي خديت تاني هادو، شوف هادو شحال زوينين الصراحه. كنت خديتهم البنات شحال هادي، كنت خديتهم 23 اورو، ثلاثة وحده صغيره وحده متوسطه وحده كبيره. يا اختي صدقوا علم زويناتو البنات. عندي هاد الحوت اللي جبتو بالزربه من الكونجيلاتور اللي غنديرو غير في المقيله، ماشي غنقليه، غير واحد شويه الزيت درت ليه كما شفتوا ديال زيت العود، بحال غنشويها البنات. غندير عليه مليحه مليحه، وغندير عليه البنات الا كان عندكم اليازير ديروا عليه اليازير، ما عندكمش اليازير غديروا اختي الزعتر. الزعتر كيعطي واحد النسمه زوينه للحوت. نتوما ندير فيه اختي الوسط وصافي، وغندير عليه بوطه مهيله ونخليهم غير نشويه، يعني غداء بالزربه غنوجدو. واخا تعطلت بالزربه غنوجدو. انا الغزالات رجعت معاكم، غندوز نشارك معاكم المهم درت الباستا تسلاق. ديجا البروكولي طاب عندي، هانتوما البنات هانتوما ديجا طاب صافي، طفيت عليه. بالنسبه للحوت هانتوما البنات ها هو التشوى، هانتوما البنات كيفاش جا شفتو ديجا التشوى. المهم درت سباغيتي كتسلق، غندوز نشارك معاكم واحد العصير البنات اللي غنوجدو. عصرت اختي الليمون وخيزو والبربه، هاد العصير كيعجبني البنات كيجي منعش وزوين وواحد شويه السكر صافي. هنا البنات هانتوما من بعد ما طحنت خيزو هو الاول، غندير عليه البنات البربه. البربه البنات ديال ليدل واعره، الا بغيتو تاخدوها خدوها من هذا من ليدل. ليدل كتكون واعره فريسكا البنات زوينه. كاين شي وحده اللي كتصيبيها ما حمرا ما عرفتو، هادي راه فريسكا فريسكا. الغزالات ها نتوما ها العصير عندي ها هو وجد. غندوز هنا نوجد معكم واحد الشريطه ديال البسباس. هادي البنات غير درت كيف ما كتشوفوا الخص. عندي اختي الباربه لافوكا، عندي مطيشه، وعندي الخيار البنات، والبسباس. الشريطه ديال البسباس هي كتجي روعه البنات صافي. كندير زيت الزيتون صافي. ها نتوما البنات درت المايونيز، ودرت البنات الخل، كتبغي الخل هاد الشريطه هادي. بغيتو ديرو البزار ديرو البزار، انا على حساب حكيمه غتاكل منو نسيت ليها تبقى تنقب. ما نديرش ليها البزار، ديرو فيها الزيت والكحل، الماي مايس البنات
درتي صليده واعره. باغيتي البنات صلحات، غندير اختي الفرماج. هنا عندي البارميجانو، صافي هانتوما البنات. صراحة البنات هاد السباغيتي هادي مفضلة عندي في البرد ديال البروكولي البنات، شي حاجة واعرة يا اختي مكتقنعيش منها، خاصة ما كديري فيها الفرماج وكتكتري فيها الفرماج كتجي طوب صراحة، كتجي واعرة واعرة واعرة. صافي اختي نحطو هنايا، زكريا باقي ما دخلش، غنوجد غير انا وصويبرين، ناكل غير انا وصويبرين تي يدخل زكريا، عاد نحط ليه خاصة هاد السباغيتي الفتحة ماشي هي داك الرقيقة البنات، كتجي واعر كتر. هانتوما البنات وهنا الحوتة، وهنا اختي غندير شلايضة. بلقانا هاد الطبق بلقانا حتى من الدريسينغ واعر يا اختي يا اختي اختي، الطاقه الطاقه الايجابيه اختي، الوليدات نتهلاو فيهم اختي، الا ما تهلايناش شويه ما كاينش اختي اللي تهلا فيهم. صبري واحد الحامضه بنتي، حامضه اختي نقاد ليك، سيري سيري باش ندريسي لك مزيان هنايا، يلا سيري في بنتي كوما بونيسيما. هما البنات زكريا خليتيه يدخل وعاد نحط ليه باش نحط ليه داكشي سخون، حيت سباغيتي كتبغي تحط سخونه. صافي اختي شليده كتجي واعره الشليده هذه البنات، ديروا فيها حتى المايس الزيتون لك بحال الزيتون الخضر اللي عندكم، وهاد سباغيتي كتجي غزاله البنات كتجي فنه. والحوت هو غير في المقله طيب مشوي غير في المقله كيجي واحد البنه هو زوين. والعويصير ما نهضروش في اختي بخيزو، خيزو ما مسلوق ما والو غير خضر هكذاك، وبالليمون كيجي واعر. وهنا غنحبس معكم الفيديو، نقولكم تهلاو في ريوسكم الغزالات، نتلاقاو في فيديو جديد، وغنخلي لكم اللينك اللي مهتمه تدخلوا عندي مرحبا بها الف مرحبا.